أخبار مهرية باختصار. استقبال شعبي ورسمي واسع للواء المحرر من سجون الحوثيين فيصل رجب في محافظة أبين، ومن المقرر أن يتجه رجب بعد تنقله في عدد من المناطق إلى مسقط رأسه في قرية المخزن بمديرية خنفر. 25 ضابطاً يمنياً يغادرون منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة نتيجة خلاف مع قيادات عسكرية إماراتية. الخلاف كاد أن يؤدي إلى اشتباك مسلح عقب رفض الضابط ضمهم إلى تشكيلات مسلحة تشرف عليها الإمارات. مناشدات بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في ظل تباطؤ في عملية نقلهم، ولا يزال نحو 2000 يمني عالقين في مدينة بورت سودان انتظار إجلائهم إلى السعودية ومنها إلى اليمن. توقعات بعقوبة إيقاف قد تطال مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد تعليقات غير لائقة وجهها للطاقم التحكيمي. كلوب احتفل بفوز فريقه على توتنهام بالركض باتجاه الحكم الرابع والصراخ في وجهه ليعاقب بالبطاقة الصفراء. محكمة بريطانية تقضي بسجن امرأة ودفع غرامة مالية لاتصالها بالشرطة 40 مرة في غضون ساعتين فقط. المرأة اعترفت بأنها اتصلت بشكل متكرر دون سبب في وقعة اعتبرتها الشرطة إساءة لاستعمال الخدمة. إلى اللقاء باختصار آخر.